هذه المقبرة الإسلامية. هذا الحجر مش قبر، هذا حجر نتيجة نشاط وفعالية جديدة عملوها أهل معلول. أهل معلول في لهم نشاط كمتكرر كل سنة، على الأقل مرة واحدة بالسنة بيجوا على الكنيسة بعيد الفصح، كان الأسبوع الماضي. كل أهل معلول علشان أهل معلول. بينما المقبرة المسيحية موجودة وراء السياج المعسكر داخل هذا المعسكر. لا أبروش أحضر هناك إذا ممكن. هذا المعسكر ونحن لسه ما شايفين فيه كاميرا. طولت سلوى قبطي إنها تروح للمحكمة وتفوت على تزور قبر والدها، ولكن حتى هي ما زبطش معها، مع إنه يعني تقدمت في الطلبات وكان في صحافة إسرائيلية تحكي عن الموضوع إلى آخره، ولكن تقدم بالمشي مش الجيش منع من دخول المقبرة. بلشنا فيها حكيت لكم انه بلشت البيوت عمليا، البيوت مهدمه كانت على شمالكم ويمينكم، ولكن من العشر ما كانش كل شيء مبين، كان في حجار شويه كآثار بيوت. هذا المبنى هو جامع معلول، ما فيش علامات غير المحراب، يعني اذا بتيجي هون بتطلعوا من الباب بتشوفوا المحراب اللي هو اتجاه الصلاه. اذا انتم بتطلعوا خلاص اعطوا محل لغيركم مجال يشوفوا. غالبية أهالي معلول لما تهجروا بال48 نزحوا إلى يافت الناصري. في يافت الناصري اليوم موجودين حوالي 95% من مهجري معلول، قسم قليل منهم وصل إلى لبنان وسوريا. قربهم من المكان يعني لدرجة أنه في ناس مهجرين من معلول ممكن اليوم يقعدوا بصالون بيتهم بيافت الناصري ويشوفوا بيتهم اللي مدمر هنا في معلول. المسافة قليلة جدا حتى يعني نستوعب انه منع العودة لأي درجة ممكن يوصل حتى لناس اللي ساكنين قريب من بيتهم. أهالي البلد في عندهم جمعية بتحاول تعمل نشاطات وفعاليات، وجزء من الأمور اللي حاولوا يعملوها هي ترميم الجامع، فإجوا مرة هيك بدون إذن مسبق وبدون إخبار حاولوا أنه يرمموا الجامع. فإذا بتشوفوا العمدان الحديد هذول عمليا دعم حديث للسطح الجامع، في هون حجار طوب وشوية رمل هيك داخل المبنى، ولكن هم قاعدين يشتغلوا. أجت السلطات الإسرائيلية وعطتهم أمر بالإخلاء ومنعتهم يكملوا، سيجوا المكان وحطوا عليها الإشارة أنه هذا المبنى خطير وممنوع حدا يدخله إلا بمسؤولين وما إلى ذلك. هذا المحل مفتوح للتنزه زي ما ذكرت، والإيش الوحيد اللي عرفوا يكتبوه بالعبراني هون سريدي كنيسيوت، كاتبين هكنيسيها أرثوذكسية هكنيسيها كاثوليك هن حيلك هيو حيلك من هكفار معلول بين قوسين كفار عربين وتسي مسلمي شنيتاش بيولي 48 هكنيسيوت ومسفار كبارين على جيب آهي مسرديم شنترومي هكفار. هذا الإيش الوحيد اللي ممكن يحكوه عن معلول. ملاحظ انه عدد معين من اهل معلول كانوا مسيحيين، يبدو انه من 800 حوالي 200 يعني 200 وشيء صحيح. في هون كنائس فخمه في هذيك الفتره، الكنائس اجمالا كانت تبنى بشكل فخم زي ما انتبهتوا. كل المنطقه هون هي مرعى للابقار، والكنيسه كانت جزء من المرعى وما زالت يعني لليوم، ممكن لانه اهل معلول اجوا قبل اسبوع فنظفوا هاي المنطقه وكمان مجموعات ثانية، لكن إجمالا هي قسم من مرعى. الكنيسة كانت مفتوحة ومنتهكة والبقر بدخل فيها على مدى سنين من 48 حتى التسعينات بمطالبات من أهل البلد ونضال من جمعية البلد. بالنهاية حصلوا على تصريح أن يرمموها
وينظفوها ويسكروها، وسمح لهم باستعمالها مرة واحدة بالسنة فقط باحتفال عيد الفصح فقط لا غير. جنب الكنيسة هون كان في غرفة، وفي هذا البير اللي تابع للكنيسة. هاي الكنيسة أرثوذكسية، هذيك الكنيسة كاثوليكية، ويبدو انه فعلا اهل البلد بهذا العدد مش بحاجه لكنيستين فخمات بهذا الحجم. ويقال انه في تاريخيا اهل البلد كانوا كاثوليك، وفي مرحله معينه الكنيسه الكاثوليكيه اهملتهم، فوصل الى هون مطران ارثوذكسي واقترح عليهم مساعده ودعم، فتقبلوا الدعم، ولكن شرطه كان اذا بتحولوا الطائفه من كاثوليك الى ارثوذكس بنبني لكم كنيسه جديده، فبنوا لهم هذه الكنيسه الجديده، وهيك تحول تقريبا كل اهل البلد المسيحيين من كاثوليك الى ارثوذكس. عشان هيك في كنيستين فخمات موجودات في نفس البلد اللي يبدو انه فيش حاجه لهم لها. في زمن العثمانيين شوفوا القصه الظريفه على اهل المعلول، ويبدو انه المدرسه كانت فقط روميه، فكانت تحرض الطلاب على وجاهه البلد، كثيره وجاهة البلد، فأهل البلد المخاتير نفسهم ضغطوا في الفترة العثمانية على إنها المدرسة تتسكر وسكروها. كان عندهم مدرسة ولكن هم سكروها. لاحقاً بنيت، كان في غرفة تابعة للكنيسة اللي أهل البلد استعملوها كمدرسة، وهي كانت المحل الوحيد لطلاب أولاد معلول ممكن يتعلموا فيه، ولكن في 48 ما في كان مبنى للمدرسة اللي ممكن يعني نقول إنه كان مبنى وهدم. فتفكيركم بالعودة كمان مرة، بنرجع للهدف تبع الزيارة اللي بتاخذوا بعين الاعتبار هذه الأمور في المستقبل. نرجع لقضية الأراضي. كان في شخص بمعلول اسمه علي العواد، إن لم أخطئ باسمه، مسجل بالكتيب. هذا شخص كان ميسور الحال وكان من أغنياء البلد، ويقال بما انه كثير من القرى الفلسطينيه كانت مش بسهوله تروح تسجل اراضيها عند المؤسسات الرسميه، لا بالزمن العثماني ولا بالزمن الانجليزي، مش الكل ولكن قسم من الفلسطينيين ما عملوا هذا الامر، فكانوا يوكلوا واحد من البلد، اما مختار واما شخص له علاقه مع السلطات، انه هو يسجل الارض على اسمه. ويقال انه علي العواد هذا راح وسجل ال 2000 دنم هذول باسمه، وصار خلاف بينه وبين أهل البلد، وبالنهاية اتفقوا على أنه قسم الأغلب من الأراضي كأنه إله، وقسم ثاني لأهل البلد، وتقاسموا المنطقة حوالين البلد. وبال 48 هو نفسه هزر وراح على لبنان. وإذا ذكرت لكم يوسف نحماني من طبرية، مثل يوسف نحماني يحكوه على لبنان حتى يمضيهم على بيع أراضي، ويقال انه لا ما مضاش، ولكن وصلوه حتى لبنان علشان يقنعوه انه يوقع على بيع الاراضي التابعه لمعلول. فرسميا ممكن نقول انه اهالي معلول لهم 2000 دنم سواء لعلي العواد او لباقي اهل البلد، ولكن رسميا هجروا وفي ملكيتهم ال 2000 دنم. قلبي في معلول بين الصبر والدين، قلبي في معلول.